اليوم باش نحاولوا نخصوا جزء كبير منها لظاهرة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي، ومش نحكيوا على المخدرات بجميع الانواع نتاعها، بداية بالتدخين من ثم ظاهرة الشيشة. وقت اللي قلت انا قبيله بشويه في المداخلة نتاعي، اللي هي من اكبر المشاكل مالوغوزمون اللي قاعدة تنخر في المدرسة التونسية نتاعنا، نظرا لما تخلفوا الظواهر هذه من اخطار وتنجم تساهم في تنامي الظاهرة اللي تكون جينيرالمون. فما بعض اللي ورجحوا هذا الكل لمختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، منها ظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربوية. هنا التساؤل اللي ديما يطرح نفسه، هل شنو اللي يخلي مثل هالظواهر تتفاقم في مثل هالأعمار؟ هل أنه غياب الرقابة من العديد من الأطراف كما الأسرة كما الطاقم التربوي، وإلا زاد كيف المصالح الأمنية المؤاخذة القانونية؟ شنو اللي قاعد يخلي فهاء المشاكل وهالظواهر هذه الاجتماعية اللي تعتبر من الظواهر الخاصة خطيرة جدا تنخر في المجتمع امتاعنا، وهي من المشكلات المعاصرة اللي قاعدين نحكي فيها، وهي من المشكلات اللي قاعدة مالوغوزمون تهدد في المدرسة التونسية. نحكي معاكم منغوص خاصة في الأسباب المباشرة والأسباب الغير مباشرة اللي تخلي مثل هالظواهر. هذا اللي باش نحكي فيه. مرحبا في تليفوناتكم 70 035 120 وإلا 77 288 289. حاضر معنا الأستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي. مرحبا بك من جديد أستاذ فيصل. أهلا وسهلا، مرحبا. ولا كنا قبيله بشوي حتى في الاف احنا تحدثنا في الموضوع هذا، يحكينا على السلوكيات المحفوفه بالمخاطر اللي تحدثنا، قلت لك استاذ فيصل في حصص سابقه، وحاولنا نعرفوا لماكسيموم شنو هي هالسلوكيات المحفوفه بالمخاطر، شنو هو الاسباب، شنو هو التداعيات نتاعها، تاثيراتها حتى على الصغيرات نتاعنا. اليوم خيرنا نحكيوا على السلوكيات خاصه داخل المؤسسه التربويه وفي محيط المؤسسه التربويه اللي ما نجموش ننكروا مثل انتشار هالظواهر اللي عندها عديد من الاسباب. هي في الحقيقة موضوع دراماتيكي كبير بالحجم الكبير يهدد كل أبنائنا، وذي علاش كثير من الوالدين يستهانوا بالمواضيع هذية ويتصوروا أنه مدام ما وصلش لصغارهم إذن مشكلة تخص فئة معينة قليلة منحرفة، هي ظاهرة تهدد كل أبنائنا ومن غير تهويل في المسألة. راي ظاهرة قاعدة تستفحل في المؤسسات التعليمية وتتهدد كل أبنائنا، معناها مسألة زمان دائما. إذن هذا علاش نقول الكلام هذا، باش كل من يستمع فينا ينتبه للمسألة دي، وإذا عنده صغار في المدرسة أو في المعاهد الثانوية ضروري أنه ينتبه للموضوع هذا ويرافق صغاره وينتبه لصغاره، لأنه ما فماش كان الآفات. ولو اليوم مش نخصصه يمكن حديثنا حول المخدرات والإدمان بكل أنواع، لكن فما آفات كثيرة تهدد وسلوكيات خطيرة تهدد أبنائنا في المدرسة، لأنه المدرسة متاعنا للأسف متروكة بفعل فاعل أقولها وبشكل، لأنه فما اختيارات للمدرسة الخاصة وكذا، حبوا أن المدرسة العمومية تهمل. وذي علاش اليوم موجود أزمات في عند الأساتذة وأزمات في التعليم، أزمات متلاحقة منذ عقود. إذن ضروري أن المجتمع ينتبه ونهبه هبة واحدة ونحاول نفهموا هالظواهر هذية، ونحاول على الأقل نقلل من أثارها إذا ما نمحوهاش في من الشارع، أقل الشارع المدرسي. فوالا هذا اللي باش نحكي فيها سورتو اليوم. ممكن استاذ فيصل واللي باش يجلب انتباه السادة مستمعين الارقام اللي باش نكونوا خذنا فيهم بعد بشويه، خاصه باش نحكيوا على حجم الظاهره هذه، راه مانيش نخصوا جست للمخدرات فقط باش نكونوا واضحين، زاد باش نحكيوا على ظاهره الادمان، منها التدخين، منها ظاهره الشيشه. وهذيك علاش خرج زميلنا نصر الدين حميده وامننا تحقيق في هذا الغرض. نسمع معاكم تسويت وفي بعض الارقام. 16.2% من مجموع 6201 تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة تم استجوابهم واعتبروا أن الوصول إلى اقتناء القنب الهندي أمر سهل. 28% منهم رأوا أن النفاذ إلى تدخين السجائر متاح بشكل سهل. يليها تدخين الشيشة بنسبة 26%. 15.9% اعتبروا أن النفاذ لاستهلاك المشروبات الخمرية أمر سهل ومتاح،
واعتبروا أيضا أنه استهلاك الجعة الأكثر انتشار بسهولة. 20% منهم أكدوا أنه هناك سهولة في النفاذ لاستنشاق المواد المخدرة، و11% منهم يروا أنه الحصول على مزيلات القلق والمسكنات المشتقة من المورفين دون وصفة طبية على أنها أمر سهل. واعتبروا 6.5% من التلاميذ هذوما أنه الوصول إلى النشوة باستعمال عقار الإكستازي أمر سهل. أرقام مفزعة عن واقع التلاميذ في تونس والارتفاع التصاعدي لاستهلاك الكحول والمخدرات في الوسط المدرسي من قبل المراهقين، وسهولة الوصول للمؤثرات العقلية من قبل نسبة كبيرة منهم. كما بينت الدراسة اللي أعدها المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع وزارة التربية وإدارة الصحة المدرسية والجامعية بالشراكة مع منظمات دولية، نظرة عامة حول انتشار هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين المراهقين واللي تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، وأكدوا وجود اتجاه تصاعدي في انتشار استخدام بعض المواد المخدرة بما في ذلك منتجات التبغ والكحول والقنب الهندي ومزيلات القلق بدون وصفة طبية. ومقارنة بالنسخة الأولى والثانية من هذا الاستطلاع نلاحظوا ارتفاع ملحوظ في استهلاك الكحول والمخدرات لدى التلاميذ في الوسط المدرسي. وأكد الاستطلاع هذا على الانتباه إلى مدى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بين الشباب، كما استعمال الشبكات الاجتماعية والمقامرة وألعاب الفيديو وغيرها من الألعاب الأخرى اللي من شأنها أنها تؤدي لتداعيات خطيرة في بعض الأحيان على الصحة الجسدية والعقلية للطفل. شكرا زميلنا نصر الدين حميدة. دونك في هذا الإطار الأرقام اللي أمنهمنا في التحقيق، هذا الحقيقة أرقام تنجم تكون مقلقة جدا أستاذ فيصل، على اعتبار أنه الأرقام هذه جيت تصريح من التلاميذ في حد ذاتهم والإقرار بسهولة استعمال مثل هالمواد. هذه هي الجملة اللي تقلقني وتخلي الأرقام أنا عندها حقيقة ويمكن ترتفع سهولة الحصول على هذه المواد. أنا نتذكر في بعض العيادات العلاجية بعض المراهقين صغار السن 14-15 سنة جابوهم والديهم للعلاج. لما يحكي لي على ما يعيشوا وما في الرواق المدرسي وفي المعاهد، وانا مبهت من فظاعة ما اسمع. يقول لي انت مش عايش في البلاد بين فيك، كأنه بالنسبة لي انه الكبار عنده في ذهنه في مخيلته الكبار مفروض يكونوا على اطلاع بهذا. هما عايشين في عالم كأنه عالم خلقه، عالم افتراضي عايشينه مغلق، وكثير من الوالدين مش مطلعين على الشيء هذا. علاش ناقص الخطر مفروض يسحب واحنا ننذر هنا انه هالشباب يقول لي والدي ما علمهمش في المسألة دي، لانه الوالدين فعل يمكن الازمة الاقتصادية وجريهم وراء الحياة يقول لك مدام وفرت الولدي ولا البنتي سبل الحياة والرفاهية اذا انا مرتاح يقرع روحه ما عادش مشكل. لا، وبخصوص كي تتوفر الاشياء الماديه، وبخصوص كي ما تتوفرش الاشياء الماديه معناها ما تمسش فئه معينه، اوضاع اجتماعيه معناها صعيبه ولا فئات مترفهه تمس كل شرائح المجتمع. في النقطة هذه يا أستاذ فيصل يقول لك هو من بين الأسباب واللي يرجحوا الأسباب بيان سيغ احنا باش نحاولوا نصلحوا المفاهيم هذه، كلك سوى العنف المخدرات مثل هالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض العائلات التونسية، الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي اللي تنجم تعاني منه هو اللي جر مثل هالأشخاص باش للاستهلاكات هذوما وإلى التقليد الأعمى. هنا كيفاش نجم سيغتو في خضم اللي انت كنت حددت اللي قلت حتى الفئات العمرية اللي يكون معناها مرفه وعنده كل سبل الترفيه تلقاه منسيق وراء مثل هالسلوكيات. يعني للأسف على الأقل في ممارسة العيادية اللي جاوني كلهم من فئات اجتماعية مترفية، لأنه الناس اللي في الأوضاع الاجتماعية الصعبة ما عندوش إمكانية باش يمشي يعمل علاج نفسي. والفكرة اللي دائما أنا دائما أثور عليها مش ننكر فيها، لكن
أنه ننسب كل انحراف إلى أوضاع اجتماعية صعبة هي فكرة غلطة، لأنه الانحراف اليوم على الأقل اليوم نقول اليوم الانحراف يهدد كل أطفالنا، وبخصوص كان بعض مرات نقول وعندي اطلاع على الفئات المترفعة لما يتوجد المال وما يعرفش شي عن به ويلقى هالبيئة هذه حول المعهد والسهولة لبيع المخدرات والبيع المسكرات عنده السيولة المالية. وصحيح اللي ما عندهمش السيولة المالية يمكن ينحربوا باش يجيبوا السيولة المالية ويشتريوا يعملوا مثل يدخلوا في منظومة هي هذه هو هي بخصوص فوقت المراهقة فما نوع ما التماهي نحب نعمل كي الاخرين باش نبان على باج نبان دون الكو نبان اني قافز معاهم. سياسة التقليد الأعمى من قبل الشباب لبعضهم غير يحس روحه كيما الشباب، ونعرفوا احنا مسألة التنمر حتى في مسألة التدخين، خلينا نبدأ بالإدمان اللي يعتبر أقل شيء أقل تأثير على الصحة متاع الشباب هذوما. يقول لك تقليد الأعمى أنا نحشم قدام صاحبي إذا كان هو جبد سيجار وبشي تكيف السيجار وهذيك، كيفاش أنا ما نتكيفش؟ شنو باش تكون معناها الوضعيه قدامهم؟ يبان كانه لانه صوره المراهق صوره الكبير صوره اللي يدبر راسه وقافز تتربط اجتماعيا بانه يباح له كل شيء ونجم وكيدخن كانه ولا كبير. هو عاده التدخين في المراهقه باش نعمل روحي كبير نولي ندخن اللي تولي عاده وتولي معناها النيكوتين هو اللي يحكم في المساله دي. هي مسألة مماهات كما قلت وما يسلمش منها حتى واحد إلا من رافقوه. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لاعبهم سبعة وأدبهم سبعة ورافقهم سبعة. رافق الرفق المرافقة من 14 ل 21 سنة مرافقة هي فيها الرفق وفيها أنه تمشي جنب ولدي وجنب بنتي، أني نفتح لحوار، أني ما نخليوش وحده. فالمغامرة مغامرة المراهقة مش بركة المدرسة، مغامرة المراهقة، لأنه كثير من الأسئلة تطرح عند الشباب ويظهر فما نوع ما من التسليم والاستسلام في المجتمعنا ذا، أنه الشباب عندهم الفضاء الافتراضي الفيسبوك ولا وكل أدوات التواصل الاجتماعي عندهم حوارهم الداخلي، إذن مرتاحين أنهم يلقوا أجوبتهم وحدهم. لا، محتاجين المرافقة من الكبار باش يجاوبوا هل الفترة ذي المراهقة يجاوبوهم على بعض الأسئلة. فما ما نسميه إحنا رهانات نمو، رهانات نمو ضروري تستكمل طريقها تبدأ من الولادة حتى 18-20 سنة. رهانات النمو منها الاستيم دو سوا، التقدير الذات. التقدير الذات محتاج أدوات، محتاج نظرة، محتاج نشاطات تعطيه تقديره لذاته، تعطيه اعتباره لذاته. معذرة، غذيله النرجسية متاعه، عنده محتاج غذاء نرجسي. إذا الوالدين يتخلوا عن الحوار هذا والرهان النمو هذا لتقدير الذات مش يمشي يبحث عليه في مكان ثاني باش يعزز تقديره لذاته، صورته الإيجابية، صورته أنه كبير، صورته أنه قادر، أنه قادر على. إذن فما حوار نفسي، حوار عقلي، حوار نمو، ضروري الوالدين يكونوا منتبهين إلى مرافقة هالحوار هذا ويكونوا العنصر الفعال في إعطاء المفاهيم الصحيحة. وما نتركوش صغارنا في مهب الريح وقتها مش يمشي ولوجوا على أجوبة عند أقرانهم ويأخذوا الأجوبة لأنه كتجربة.
لأنه ما عندهمش أجوبة أخرى. جست ما هو هو في الإطار ذي نجم بعض الأولياء يكونوا يسمعوا فينا أستاذ فيصل اللي يقول لك إلى أي عمر أنا نجم نقعد الرافق في صغيري، خاصة بعد نعرفوا صغيراتنا مش يلقاوا رواحهم في أحضان الشارع، وهنا هي باش تبدأ هيك المخالطة مع المجال الانحراف، المخالطة مع العصابات اللي باش تكون موجودة. قديش أنا مهم جدا التكوين النفسي لصغيري فك الفترة الممتدة من إلى بيان سور أنت كأخصائي نفسي تنجم تعطينا الفترة باش تكون الهشاشة النفسية لصغيراتنا ماهيش موجود؟ هي اللي باش يلزم نوضح حاجة. عندما نقول المرافقة رو بعض الناس يفهموا كنترول يعني الرقابة، مراقبة. المرافقة مش رقابة. فما بداية ال 14-15 سنة محتاج يمشي يكتشف أرضيات جديدة. مدام محتاج يمشي يكتشف أرضيات جديدة ضروري لما تكون في حوار ومرافقة أنا نقترح عليه أرضيات جديدة، مش هو يمشي يسحبها وحده. معناها المرافقة راي كأني باش نرشده أستاذ فيصل. نعم كأني باش نرشده للبلاصة اللي مش يمشي، كأني مش كتالوج ونحلو الكتالوج وخلو هاي فما نوادي مسرح سينما رياضة موسيقى الكونسيرفاتوار، معناها فما فما أماكن ينجم يفتق فيها مواهبه ويغذي نفسه كما قلنا في الريان النمو، هذا يعني تقدير الذات. ينجم يكتشف يدخل لعوالم أخرى بطبيعة الحال يمشي لها وحده، لكن المرافقة فين؟ مش في الكنترول وإنما في الحوار. الحوار ما يبداش في 14 سنة، الحوار يبدأ من الصغرى. يبدأ من اللي هو نعوم تظفاره، نبدأ نحط أسس الحوار اللي نحترم فيها رأي الآخر. ما نقولوش أنا الكبير أنا نعرف وأنت ما تعرف شيء، لا. حتى في عمر صغير نجم يكون عنده رأي صواب، وينجم الكبير يخطأ في التقدير. إذن ضروري أنه نعطي اعتبار لابني ولا بنتي، نعطيها اعتبار من اللي هي صغيرة، ونعم نفتح فضاءات للحوار مع بعضنا ونعلمه سبل الحوار، التقدير، تقدير رأي كل واحد. ولكن فما كما في البرلمان توجاي مش يعملوا نظام داخلي، نظام داخلي كيفاش مش تصير الحوارات داخل البرلمان. في العائلة نجم يكون عندنا نظام داخلي وين مسؤوليتي في تحديد الحدود، وين نخلي له فضاء أنه يكتشف أو يعمل تجاربه الخاصة. شنية المخاطر، نتكلموا على المخاطر الموجودة، مخاطر السلوكية اللي يمكن تتهدوا في الطريق، يمكن من خلال حتى ولو تو بعد أستاذ فيصل حتى نشوفوا الاستراتيجيات على اعتبار أنه يقوموا مثل المنظومة التربوية ومختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع يقوموا بمثل هالحملات. حبيت أن نجاوب على سؤالك على كل بداية الحوار إذا يبدأ من الطفولة ينجم ما عندوش مجال باش يوقف حتى بعد المراق، لكن عادة نقولوا أنه الشخصيات، شخصية الإنسان تكتمل في 18 سنة عادة، تأخذ طبعها النهائي. هي المراهقة تنجم تمشي بعد هذا، المراهقة سيمة المراهقة وهي حاجة إيجابية أنه اكتسب قيم، على شيء رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لاعبهم سبع وأدبهم سبع، في التأديب هذه السبع سنوات هي أكثر القيم الحياتية، أكثر القيم الإنسانية تغرس في هذا أو تنقل في هذه الفترة. كي يوصل ل 14 سنة كأنك أعطيته بناية معينة. 14 سنة في سن المراهقة يحب، هذه طبيعة البشرية، يحب يهدم كل اللي أعطاه له والديه، ويمكن بنفس المواد نفس القيم اللي عطاه يعاود يكتشفها، يعاود يخلق كأنها تجربة جديدة باش يخلق عالم جديد. كأنه العالم جديد والشخصية جديدة ولا فيها تقدير للذات بطبيعة الحال، لكن كيظل عنده المواد الأولية، كيظل أعطينا القيم، ما احنا
من 7 إلى 14 سنة أعطينا قيم الحقيقية. لما يخلق عالم جديد ما يخلقه من الأدوات اللي أعطيتهم له. إذن مش يعاول ترتيبها. مهم جدا، مهم جدا دور الأسرة أستاذ فيصل. وتو حتى احنا بعد بشوية نشوفوا المعنى الأولية وتدخلاتهم. هي مسألة ترتيب هالقيم من الجديد بمنطقه هو بذوقه هو. وهذا نسمح له فيه مدام يستعمل أدوات اللي أعطيناهم له. هذا فينا نقول المرافقة هي مهمة جدا في الحوار أكثر منه في المراه. بعد شوية زيادة باش نشوفوا احنا خرجنا للشارع القيرويني تو بعد بشوية نخوضوا خاصة في الأسباب، وفما تدرج بالنسبة للأولياء اللي يحط الأولوية للأسرة، من ثم المنظومة التربوية، من ثم يجي الشارع وبعدها المحيط الخارجي. في هذا الكل اللي نجم تكون من المؤثرات. نذكرهم موضوعنا لليوم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تحدثنا لكم على ظاهرة الإدمان وخاصة تعاطي المخدرات اللي منتشر مالوغوزمون بصفة غريبة في مجتمعات وخاصة الوسط المدرسي اللي قاعدين نحكيو فيه بأرقام مفزعة تحدث عليهم زميلنا نصر الدين حميدة في التقرير اللي كان أمنه لكم قبيلة بشوية. نجمو تلقاها على الباج أوفيسيال فيسبوك 70-35-120-77-288-289. تحليلنا لظاهرة الإدمان والمخدرات داخل الأوساط المدرسية، هذا هو موضوعنا في منتدى الحياة.